أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. سنذهب بكم إلى ملف باعتقادي أنه خدماتي بامتياز، وأنا من الناس اللي مؤمن أنه محافظتي جرش وعجلون مظلومات فيما يتعلق في قصة المياه. رح نحكي اليوم عن انقطاعات مياه ما بتوصلش بعض المناطق نهائيا، ورح نركز على منطقة المعراض، منطقة ساكب، منطقة بعض القرى الموجودة في تلك المنطقة. لكن للأمانة جرش بشكل عام كل أسبوعين حتى تجيهم المية، يعني في فرق كبير في التعامل في قصة المية بين عمان وبين المحافظات. هذه مسألة قد نفتح لها ملفها في حينها، والناس اعترضت هناك، يعني الناس على المية، ويجوز بعض اللقطات ممكن يقدمها الآن الإخوة، اعتراضات حقيقية يعني كانت على قصة انقطاع المياه وعدم وصولها لفترة قد تكون طويلة. راح نكون معنا الآن أحد الأخوة المواطنين في منطقة ساكب في منطقة المعراض في جرش، أخونا خالد البكر. مساء الخير أخوي خالد. مساء الخير. على سيدي، يا مساء النور. يعني خلينا نسألك السؤال الأول، شو بالنسبة لوضع المي عندكم منطقتكم، وقديش الناس عددها المتضررين من عدم وصول المياه لهم؟ تفضل. أول شيء أستاذ عمر، الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بأنوار النبي. احنا تقريبا هي المشكلة حديثة قديمة، يعني نقول جديدة قديمة. نعم. يعني انها تقريبا بحكي لك عن 3 شهور كاملة مش اكثر ما وصلتني ولا نقطة مي. احنا المشكلة عندنا الان مثلا بساكن. نعم. في احياء تشرب مي وفي احياء ما بتشرب. انا ما بعرف شو العذر تبعهم او شو الحجة تبعتهم. احنا مسرب، حي المسرب كامل تقريبا ما يقارب الألف وشوي بيت منزل يعني. رحنا على اكثر من جهة، يعني وصلنا عطلة المحافظ، النائب عندنا هون طلع تقريبا قبل 6-7 شهور على الوزير، كل وعود بوعود، يعني الصافي الان ما في عندنا. حكولكم شو السبب خالد؟ قالوا لكم مثلا المشكله هيك؟ الان بقول لك هم حكيهم السبب انها بتيجي قليله من كميه من اربد. الان كميه قليله من اربد، كويس ماشي انا معك. طب انا الان انا بيجيني دوري من ساكن او لا ساكن او حصتي بساكن. أنا الآن كحي، يعني ليش أنا عندون ساكب كل الحي هذا خص نص يعني ما بصل مياه نهائيا. نعم. بتواصل معهم على أساس إنه في تنكات المية ما بتكفي، أنا بودي لي 4 متر أو بودي لي 10 متر لثلاث تعددات لكل واحد مترين كل أسبوعين. وعدا عن ذلك كمان حتى المية اللي بتجيني، قاعد تجيني المية 100 واسطة وواسطة تحكي معاهم، تيجي محرورة، ما تيجي مية كويسة، مية البير ما تيجي كويسة. يعني قصدك انه مية التنكات برضو بمية رجاوة ورجاوة، وكل 4 أسابيع أو 3 أسابيع تيودوا لك التنك. هي عادة بتيجي مثلا في قرى المعراض وبساكب كل أسبوعين المية، ولا كيف تيجي؟ هي بتيجي سيدي كل أسبوعين. كل أسبوعين مرة واحدة بتيجي. من يوم الأربعاء بتضل مساء السبت. احنا حي المسرب حاطينها آخر يوم، يعني نفس المشكلة كل سنة. الآن أنا بضل أستنى بدوري اللي هو سبت على أحد. نعم. ثبت على احد، يعني تظل صاحيين طول الليل نستنى، بيجي على الساعه 4 الصبح او على الساعه 2 الصبح دورنا. نحكي معاهم، او حتى ما بدوش التليفونات، نحكي معاهم، ننزل عليهم على المحطه التوزيع. بحكي لك المي انقطعت من الارض، شو اعمل لك انا؟ يعني انتم بتوصلكم اخر شيء وهي بتمصي زي ما بيقولوها. ايوه هذا هو المفروض شيء. كم بيت بتضرر بشكل دائم من هذه المسألة؟ أنتوا الحسينيات أيضا في مناطق بقرى المعراض، مش بس بساكن، مش سيدي هو المشكلة. قلت لك أنا بحي المسرب كامل ما يقارب الألف بيت. ألف بيت وخاص نص كبير، أنا لأن ساكن بحي المكرمة الملكية. يعني أنا عدم الواخذة بقول لك حي مكرمة ملكية. يعني حي مكرمة ملكية بصلهوش ولا نقطة أدنى أكثر من 3 شهور قسما بالله العظيم. طيب قلت لي تواصلتوا مع المسؤولين، ايش اخر وعد؟ وين مين اللي وعدكم؟ يعني مين الجهه اللي وعدتكم؟ الوقفه اللي وقفناها قبل فتره سيدي عندنا احنا وقفنا وقفه احتجاجيه. طلبنا المحافظ عليه عنده على المكتب، ونزلنا عند عطوفته ثاني يوم، طبعا عنده الشباب ما كنتش موجود معاهم انا. الوعود راح تصلكوا المي. اليوم رحنا عنده ما بلشت ما تيجي علينا على ساكن. نحكي له طيب عطوفه المحافظ وعدنا تجينا، بغيروا هالدور، اعطونا اول ناس المتضررين. بحكي لك لا انا ما بقدر اغير الدور نهائيا. وإذا بيجيك التنك كمان خير وبركة، يعني نفس الموال نفس المشكلة. نفس الموال ونفس المشكلة. ما فيش حل نهائيا سيدي، يعني قلت لك يعني أنا أكثر من شكوى، يعني أكثر من الوزير شو في يعني وصلنا. ما حدا معطينا حل، يعني ظل زي هيك ما بعرف شو المناسب لهم. طيب احنا بدورنا أول شيء بنشكرك على كل معلوماتك، بدورنا راح نوقف معكم ونساندكم. وراح نتواصل مع المسؤولين، وقضيتنا مش قضية حلقة اليوم، راح نضل متواصلين حتى يعني
تأخذوا حقه، يعني حق جرش وحق المعراض أنه يكون في كمية ماء كافي للجميع، هذا حق للجميع وحق للكل مواطن. فأبدأ أشكرك أخونا خالد، حاب تضيف شيء تحت أمرك تفضل. الله يجزيك الخير سيدي، بس آخر ثواني يعني إحنا بنقول إذا ظلمتوا تعدلوا، يعني خلينا نقول الظلم بس ما يخصش ناس وناس. إحنا مشكلتنا أكثر شيء بالتوزيع. يعني انت اخوي خالد بتقول اذا فيش مية مرة علينا ومرة على الناس اللي بتشرب، يعني هذا هو مطلوب. يعني قبل ما بيها اقول لك خلي مرتين عليهم ومرة عليهم يعني خلي يجور علي خمس مرات وعطيني مرة، اما اربع شهور ما تصدي المي نهائيا وتقول لي حي هذا بيصل وحي ما بيصل، هذا دليل على حجم المعاناة. شكرا لك خالد، شكرا. رحنا شكرا انت... لك سيدي، الله يحييك، يا مرحبا، تحية لك، وان شاء الله ان توصلكم المي عن قريب ان شاء الله. شكرا اخونا خالد البكر، شكرا. أيضا للحديث عن أزمة المياه في منطقة جرش، في تحديدا في منطقة المعراض قرية ساكب وغيرها من القرى، معنا على الهاتف الأستاذ سليم المعشر مساعد رئيس مجلس محافظة جرش وعضو لمركزية عن منطقة المعراض. مساء الخير أستاذ سليم. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. هلا أستاذي. يعني إحنا قاعدين بنتابع هذه القضية والانفعالات التي تأتي من هنا وهناك والاعتراضات التي جرت في الآونة الأخيرة في قرية ساكب، وقبل قليل كان معنا أحد الأخوة المواطنين الأخ خالد البكر. أستاذ سليم، يعني لماذا لا تصل المياه إلى بعض المناطق في المعراض؟ والله أستاذ عمر، بداية مساء الخير للجميع، مساء الخير، وكل الشكر على اهتمامكم بهذا الموضوع المقلق بصراحة في منطقة المعراض عامة وساكب خاصة. بصراحة موضوع المي ليش ما بتوصل لساكب، فإحنا عارفين موضوع المشكلة كمية الضخ من منطقة إربد من صمد. هي أصبحت قضية مقلقة بصراحة للناس في منطقة ساكب، أصبح يعني استياء شديد، وبعض المناطق اللي بالأشهر لم تصلها المياه في منطقة ساكب. نعم. طيب يعني هل تواصلتم مع المسؤولين؟ شو في حلول يعني؟ يعني إحنا يعني شايفين يا أستاذ سليم مزارع جرش كلها بركها معبية. مجلس محافظة جرش. نعم. يعني كان وقته مشهود لمجلس المحافظة. فمول مدير سلطة مياه جرش بمبلغ 450 ألف لحل المشكلة جذريا من خلال سحب خط من عين من مشتل فيصل لعين الديك باتجاه منطقة المعراض. هذا حل جذري ولكن بده وقت. نحن نبحث عن حلول الآن. حلو. يعني نبحث عن حلول الآن، والحل الآن يكمن في زيادة كمية الضخ من منطقة إربد حتى تصل المياه لمنطقة المعراض وساكب تحديدا. لماذا لا تزيد كمية الضغط؟ يعني شو مشكلة مياه اليرموك انه ما يزيدوا الضغط اللي موجود من إربد ما دام في نقص بالجرش؟ المشكلة معروفة طبعا. شو المشكلة؟ والجميع يعلم بأن منطقة إربد منطقة كبيرة، وهناك اعتراضات من الناس في إربد على نقص المياه كما هي المشكلة في ساكب. وأتوقع يعني مش ما حتى أتوقع، أتأكد متأكد تماما بأنه لو يريدون حل المشكلة من إربد حلت يا أستاذ عمر. يعني أنت برأيك أنه في حل، لو أراد، لو كان في إرادة من مياه اليرموك في إربد يحلوها بيحلوها هيك؟ أستاذ عمر، يعني لو كان الموضوع جدلا أنه في نقص مياه إربد، لماذا تكون المشكلة على منطقة المعراض كل دورة مياه؟ صحيح. الظلم إذا عم يكون عدل. صحيح. فلماذا لا يكون على بعض المناطق ويكون هناك في نوع من العدل في الظلم هذا؟ هسه قصدك المناطق فيش توزيع عادل مثلا في المناطق بين مناطق جرش، ولا قصدك بين إربد؟ يعني اكثر خلينا كل واضحين. انا اقصد كمية المياه التي تصل من إربد لجرش، وليس كمية المياه داخل جرش. نعم. يعني انا اقصد الكمية من إربد لجرش، يعني الاصل ان يتم التعامل يعني اعطاء كمية اكبر لجرش، هذه هي المطالبات. أكيد. وأستاذ عمر، يعني بنوه لمشكلة كبيرة جدا في منطقة ساكب. يعني الكل بيعرف يعني فترة اللجوء السوري أصبح عدد السكان زيادة بخمس لست آلاف مواطن في منطقة ساكب، والكل يعلم بهذا، ولم يزيد في الضغط. فهؤلاء على مين أصبح المياه بالنسبة لهم؟ صحيح. لم تأخذ هذه النقطة بعين الاعتبار. طيب أيضا تحدثنا عن قصة الصهاريج، هل هناك مشكلة في الصهاريج؟ بعض المواطنين بيشتكوا انها يعني ايضا تصلهم مش كل اسبوعين. نتابع قصة الصهاريج استاذ سليم؟ استاذ عمر، حتى لو شو مكان الحل، يعني صراحة للامانة عطوفة محافظة جرش دكتور فراس ابو قعود متعاون جدا. موضوع الصهاريج يعني انه كحل اني
كحل آني لغاية حل موضوع عن طريق مجلس المحافظة. فقلت لك أنا بشيد كمان مرة بزملائنا مجلس المحافظة، يعني الصراحة وقفوا معنا وقفة محترمة ووقفة كويسة، وجهوا معظم الموازنة للمياه لحل مشكلة المياه في منطقة المعراض وساكت تحديدا. قديش هذا بده المشروع اللي حكيت عنه 450 ألف؟ قديش وقت بده؟ بده من شهرين لثلاث أشهر لحتى يعملوا إن شاء الله. يعني ممكن الصيفية الجاي تكون الأمور محلولة بناء على المشروع؟ بعون الله قبل، بعون الله، بعون يعني الله. هكذا وعد مدير المياه. هكذا وعد، وهي شغلات فنية بتعرف كيف، هو اللي بيقدر يتحكم فيها مش إحنا كمجلس محافظة. هاي شغلات فنية لذوي الاختصاص. نعم. طيب. اليوم كانت وقفة كويسة أستاذ عمر من مجلس المحافظة. نعم. فأعلنوا تبرع يعني بمبلغ 10-15 ألف تزويد ساكن مياه عن طريق التنكات إذا أراد مدير المياه هذا الشيء، إذا كان في حلول آنية مستعجلة. نعم، وإحنا بدورنا بدنا نشكرك أستاذ سليم على جهدك، يعني مشكور على ما تقوم به، ورح نتواصل بعد قليل مع مسؤولين عن هذه المسألة أو عن قصة المياه حتى نشوف ماذا هناك من حلول. شكرا، شكرا الأستاذ سليم المعشر مساعد رئيس مجلس محافظة جرش. شكرا أستاذ سليم. أيضا معنا على الهاتف سعادة المهندس منتصر المومني مدير عام شركة مياه اليرموك. مساء الخير المهندس منتصر. مساء الخير. مساءك أخوي عمر، يا هلا حبيبي. يعني ما خلوش علي قرايبي على فكرة، ضايل يعتصموا يسقطوني من الإعلام. لا يا أخوي احنا بنقدر يعني. قصة ساكب، قصة المعراض، قصة الحسينيات، يعني مسألة تؤرق الجميع، أنا شفتها بأم عيني، يعني مناطق لا تصلها المياه. ماذا يقول المهندس منتصر المومني لهاي الناس؟ متى ستحل أزمتهم؟ تفضل. يا عمر، يسعد جميع الأخوة والأحبة عبر برنامجك. طبعا أهل ساكب أنا بالنسبة لي في معرفتي خاصة بيني وبينهم. لا طول عمرك. وأهل جرش بشكل عام، لسبب أني أنا كنت مدير مياه جرش زي ما تعرف لهم فترة طويلة مدة 5 سنوات، يعني لهم معزة والله خاصة في قلبي. ولك معزة والله عندهم أنت كمان. الله يحفظك. الله يطول عمرك. إحنا دور ساكب بالعادة يا أخي عمر زي ما تعرف وانت في المنطقة ببلش الأربعاء يوم الأربعاء. نعم. يستمر أربعاء خميس جمعة لغاية السبت الساعة العاشرة مثلاً. طبعا أنا بحب أطمن جميع الأخوة الإخوان في ساكب إنه يعني اليوم راح نفتح تقريبا الساعة 8 مساء تقريبا في ضايل ساعة زمن. عمالنا بتجمع مي في خزان راس مونيس مشان نكسب ضغط للشبكة إن شاء الله داخل ساكب، داخل ريمون، داخل نجدة، الحسينيات، طريق الهواية، مدخل جرش، يعني هاي المناطق كلها اللي بتشرب من هون للسبت مساء إن شاء الله. بقول جميع الأخوة المواطنين نكون للوضع أسبوعها ممتاز جدا. الأسابيع الماضية أخي عمر اللي حصل عندنا بصراحة، وأنا حافظ المنطقة عن قريب وكثير من المشتركين بعرفهم بالاسم، انه زياده الطلب على المي اخي عمر الامانه في زياده على الطلب على المي بسبب جائحه كورونا زي ما تعرف، مش بس بجرش او بساكب بس بمعظم المناطق او بجميع مناطق المملكه. فهذا احد من الاسباب اللي زاد الطلب على المي، تعرف حاجه الناس يعني اثناء فتره الجائحه. المشكله الثانيه اخي عمر الامانه احنا بنعانيها في ساكب وانت ابن ساكب، للاسف انه في بعض الاشتراكات اشتراك المي بيزود اكثر من بيت، بيت بيتين ثلاث زي ما تعرف. احنا كشركة مياه اليرموك يعني نستطيع ايصال كمية كافية للاشتراك الواحد، يعني 4 متر 5 متر بس. يعني في كثير من الحالات عمالهم بيجونا براجعون الاخوان المواطنين بيقول لي انا ساكن انا وابني واخوي ومطلوب منك تزودني لثلاث منازل على حداد واحد، وهذا بشكل عبء كبير علينا. صحيح. فعندي رسالة من خلالك يا عمر انه يا ريت الاخوان المواطنين يتقدموا باشتراكات جديدة في هذه الحالات بحيث انه نقدر نوصلهم كمية مي اضافية. اجمالا انا بحب ابشرك انه اليوم راح يكون وضع كويس، يعني اليوم الهوايه الحسينيات كله بشرب ان شاء الله، يعني باذن الله ان شاء الله. انت تعرف يعني احنا مقسمين ساكب وريمون والنجدة والحسينيات والهوايه الى زونات، بنبلش في داخل البلد في ساكب في بعض احياء ريمون، ومن ثم بنبلش نرفع على طريق عجلون باتجاه الهوايه ونجدة والحسينيات ان شاء الله. من اول يوم السبت راح يكون جميع الاخوه المواطنين باذن الله وضعهم ان شاء الله. يعني هذا اللي بنتمناه مهندس منتصر. ويعني احنا راح نضل متواصلين معك، يعني راح نضل نتابع هذه القضيه. انا يعني ارجوك الناس كثير يعني تعرف الدنيا يعني قيض زي ما بيقولوها. يا سيدي شوف انا قلت لك مع ساكب لها معزه خاصه في قلبي ولي يعني احبابي واصحابي داخل ساكب، وانا ان شاء الله ما راح اقصر معهم بتقصر. الله راح يوقفوا كميه ماي كافيه. وانت اخ عزيز وصديق، ويعني بنتمنى انه يعني اليوم الناس تخلص من هذه الازمه ان شاء الله. شكرا على وقتك. شكرا حبيبي. شكرا حبيبي. شكرا جزيلا المهندس منتصر المومني مدير عام شركه مياه اليرموك. شكرا. اذا اعزائي المشاهدين الاهل في المعراض ان شاء الله رب العالمين في ساكب، يعني حسب وعد المهندس منتصر المومني
احنا الان بجوز بدا الضخ في 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 ساكب، نتمنى انها توصل كل المناطق وان تنتهي هذه الازمه، وراح نضل متابعين معكم. يعني بناء على ما قال المهندس منتصر المومني ان الدور هاي المره راح يوصل للجميع، بناء عليه راح نقيم ونقرر وسنواصل حملتنا هنا في قناه اليرموك وانا شخصيا حتى تصل المياه لكل بيت بعون الله سبحانه وتعالى. نكتفي، نذهب الى وقفه قصيره ثم نعود.